صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ بقالي كتير اوي مشفتكوش في الفيديوز. النهاردة هعمل عيش بديل العيش اللي هو العيش اللي بالشوفان ده. المهم ده حلو جدا، فهخليكوا بقى تبقوا معايا وخطوة خطوة بقى ازاي بنعمله وبناكله والكلام ده كله. المهم انا لسه صاحية من النوم بصراحة، يعني لسه مش مفوقة قوي. المفروض ان انا بعير، انا بصراحة ما بعيرش. بروح جايبة شوية دقيق كده، دقيق شوفان، تمام. وفي حاجة كده اسمه دقيق محسن ريجيم، برضه ده لطيف يعني مش وحش. بروح حط حبة شوية كده، اللي عايز يعمل ممكن يعمل يحط نص كوباية مثلا. وبروح جايبة كوباية لبن، نص كوباية لبن، وأروح جايبة شوية زيت، تمام. أنا مبحبش أحط بقى ملح، مبحطوش بصراحة. وبعدين بجيب شوكة، بجيب شوكة بقى وبقلب كده الخليط ده زي ما انتوا شايفينه كده. بس قبل ما اقلب الخليط بجيب البتاع ده، مش فاكره اسمه ايه، نسيت اسمه ايه، ما مش فاكره بصراحه. بجيبه بزر كفتان، ايوه بزر كفتان وحاجه تانيه كده مش فاكره اسمه ايه، بزر كفتان و هو شبه حبة البركة بس أنا مش فاكرة اسمه ايه بصراحة. أنا لسه حامل لون بصراحة. ده بقى بزر كتان، بجيب شوية كده وأروح رشاهم بزر كتان. وده مش عارفة اسمه ايه، أنا هدوره عليه في جوجل أقسم بالله أنا فاكرة. بصوا أهو ده حلو قوي، ده يتحط على كل الأكل، ده فظيع اصلا يعني بيدي طاقه رهيبه. وببتدي اعمل كده، لو على اخر الفيديو افتكرت اسمه هقوله، لو على اخر الفيديو ما افتكرتش اسمه انا جبته لكم كلوز اب بحيث ان انتوا تقدروا. اهم حاجه ان هي تبقى لوس، يعني اهم حاجه في العجينه ان هي تبقى لوس، وده بيبقى شكل النهائي. طبعا انا حاطاه في فخار عشان مش لاقيه دلوقتي اي حاجه احط فيها، معلش يا جماعة نستحي منه، تمام. بجيب بقى ايه، انا عايزة حاجة انشف ايدي فيها، تمام. الموضوع مبياخدش 10 دقايق وحتى بيتعمل بيبقى تحفة يجنن. بجيب بقى الفحص عشان اولع النار. المفروض ان انت ما تحط زيت زيتون، بس انا بصراحة بحط زيت زيتون على الطاسة. نعملها كده، خليني اخد معلقة العسل الاسود واخدها عميق. المهم بسيب الطاسة كده زي ما انتوا شايفين اهي، بسيب الطاسة تتفتح شوية. بجيب بقى الفرشة الحلوية دي، الفرشة دي يا جماعة فظيعة تجنن. بوزع بيها بقى كل حاجة كده، وبجيب الخليط اللي انا عملته وبروح وده تقريبا هيكفي رغيفين كده يعني. وبروح انا هقرب الكاميرا، يعني هقرب الكاميرا السريعة، شوفوا بس انا يعني هبتدي نفرشها كده بغير ما يدور، وبسيبها على النار لحد ما تفقفق. مش معقد، انا مش عارفه صحيح بقول الكلام عجيب غريب النهارده. تمام،
اهو يبقى بالمنظر ده، شايفين؟ بتبتدي بقى تنشف يعني حته حته. طبعا المفروض انا ابقى مهديه النار شويه اكتر من كده. ده المنظر، هي مثلا على الحافه هنا ابتدت ان هي تنشف شويه اهي، بيبتدي لونها ياخد بدل اللون الابيض ده يبهت شويه. حط تاني كده صباعك، يا رب ما يفصلش مني بس. تمام كده حلو. بجيب بقى معلقه، بياخد وقت شويه على المعلقه، بياخد مثلا 10 دقايق كده، لو مش 10 دقايق ياخد كفايه 5 دقايق. لو انا بنصحكم ان انتوا تاكلوا معلقه عسل اسود على العميق، تجنن تجنن. ده لونه وده شكله. بغض النظر بقى عن الشكل، الطعم حكايه. لو انا طبعا قلت فيديوهات قبل كده كتير جدا، انا ما بعرفش اطبخ بصراحه، بس سنس ان انا قررت ان انا اعمل حاجات على اليوتيوب، وان انا اشارككم يومي الحاجات اللي انا بحب اعملها. دي من ضمن الحاجات اللي انا بحب اعملها، بس هتلاقي ان فوهات كتير جدا بحاجات كتير. الكاميرا اللي عماله تروح يمين وشمال ومش عارفه اعملها ايه. طبعا المفروض ان هو بيبقى قرص كبير، بس ما علينا. المنظر ده اكيد حلو. كمل بقى بقيت النص الرغيف اللي جه.
طبعا برضو شاطر طبعا كالعادة، الصناعة علينا أهم حاجة إن احنا نكون مقتنعين احنا بنعمل حاجة حلوة. كده بما نبقى عملنا العيش ممكن ناكله مع جبنة. ماي فيفورت شيز. هوريكم بقى شنو واقف جنب التلاجة. لسه بقى طبعا هعمل كوباية شاي بلبن اهو كده الطريقة دي، طبعا عليه خيار وعليه خس وعليه كلام من ده. تحفة. بس ما باكلش عيش ده تحفة. هو غض النظر عن التفاصيل بس هيعجبكم جدا. بس انا هختاره لكم قوي 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 عشان تطلعوه. مش فاكره، والنبي قولي لي اسمه في الكومنتس عشان ما بقاش منظري ايه وحش. مش فاكره اسمه. شيا، حبه الشيا ولا مش ده، مش عارفه. المهم يور جاب جايز ان انتوا تكتبوا لي اسم البتاع دوت اللي انا عملت فيه النهارده. Thank you so much. Don't forget to subscribe to my channel for more videos and to keep updated. Thank you so much, Yana. Thank you, thank you, thank you, thank you. Have a beautiful, nice day. I love you with my bite. Bon appetit.